السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في التفاصيل، نود التنويه إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى منكم متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. نبدأ من المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فمع مطلع العام الجديد، توجه متظاهرو محافظة واسط لمنازل الشهداء لتعزية ومواساة عوائل شهداء ثورة تشرين الذين قتلوا برصاص القوات الحكومية والميليشيات، مؤكدين على استمرارهم بطريق الثورة حتى استرداد الحقوق ومحاسبة قتلة المتظاهرين. فنتابع. طبعا تفاعل ناشطون عراقيون على وسم شكرا تشرين للتعبير عن شكرهم للمتظاهرين والشهداء على وجه الخصوص لما قدموه من تضحيات ولكشفهم وتعريتهم للحكومة وأحزابها الفاسدة والميليشيات. دعونا نتابع بعضا من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم في تويتر. أشراق تقول: لو خلقت ألف عذر لإنهاء الثورة، لو يصيبك الزهايمر بعد هذه الثورة لن تعود الحياة إلى طبيعتها إلا بعد أخذ ثأر الشهداء. في تغريدة من سدرا تقول: بعد سكوت طويل وخوف كثير وفكر سيء جاءت تشرين فجعلت الضمائر تصحو وتهب من أجل العراق، جعلت الوعي يسود وكانت بداية نهاية الخوف من الفاسدين. غدير تقول: قد رسمت الثورة ذكرياتها على جدران قلوب أحرارها لتقمع جميع مخاوفهم وتبث العزيمة في أرواحهم. أيضا لدينا في آخر التغريدات في هذا الموضوع من زينب، تقول زينب: شكرا، لأن بالأخير ورغم كل شيء الثورة أهم وأجمل شيء صار بحياتنا وحياة كل عراقي عند ضمير. كانت هذه جزءا من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. طالب المعتصمون من الخريجين أمام البوابة الخامسة للمنطقة الخضراء ببغداد الحكومة بإدراجهم في موازنة 2021 وتعيينهم على ملاكات الدولة والوزارات، علما أن الخريجين المعتصمين أمام البوابة الخامسة يتظاهرون ويعتصمون منذ 81 يوما ويقومون بفرش الأرصفة لكن دون مستجيب. لنتابع. تفاعل مغردون مع وسم معتصمي باب خمسة من حقنا الموازنة للمطالبة بإنصاف هذه الشريحة. دعونا نتابع التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. طبعا الوسم معتصمي باب خمسة أو باب خمسة حقنا بالموازنة: نريد بناء وخدمة الوطن وفق المعطيات الوطنية البحتة، أفسح المجال لنا فنحن أصحاب الاختصاص. عمار يقول في تغريدة من قحطان، يقول قحطان: خلوا لي جوا كلمة حقنا خط أحمر، حقنا يا بشر يعني ناخذة ناخذة.
في تغريدة من سيد مرتضى يقول: إلى يومنا هذا لا نعلم مصيرنا، نحن تجمع كفاءات العراق باب 5 أو البوابة الخامسة. مهيمن علي يقول: لم نطلب أن تأتونا بالمعجزات، كل ما أردناه هو ثمرة جهودنا وسنين عمرنا التي عاشرنا بها الكتب والأوراق. طبعا كانت هذه جزءا من التغريدات التي وردت حول هذا الموضوع. وثق ناشطون من أهالي محافظة البصرة الواقع المزري لجزيرة السندبات السياحية في المحافظة بعد 17 عاما من الإهمال الحكومي المتعمد لهذا المكان السياحي بسبب استشراء الفساد في محافظة البصرة خاصة وفي العراق بشكل عام. دعونا نتابع. جزيرة السندبات بعد السقوط بعد 2003 ولهذا اليوم لم تفكر أي حكومة محلية بعد 2003 من الحكومات المتعاقبة على محافظة البصرة أن تتبنى هذا المشروع. ما أعرف شنو السر أن تتبنى هكذا مشاريع. يعني هذا المتنفس أتصور، يعني محافظة البصرة لا يوجد فيها أي متنزه أو أي متنفس لعوائل البصرة. وأعتقد بعض دول العالم تتمنى أن تمتلك مثل هذا المكان، إنه جزيرة في منتصف الشط، في منتصف شط العرب، ويحيطها الشط وتحيطها المياه من الجانبين. وأقسم بالله العلي العظيم لو هذا المكان موجود في أحد الدول المجاورة لكان بعض العراق أو أغلب العراقيين ذهبوا لذلك المكان لغرض الاستئناس. لكن انظر هذا حال الجزيرة. ما أعرف شنو سر العداوة مع عوائل البصرة، مع الشعب البصري. لماذا لم يحيلوا هكذا أماكن إلى الاستثمار أو الحكومة المحلية أن تتبنى هكذا مشاريع؟ وردت تعليقات في فيسبوك حول هذا المقطع، دعونا نتابع مع حضراتكم جزءا من ما ورد. مشاهدينا الكرام، أبو علي يقول: لم يتركوا شيئا جميلا في بلدي، ألا لعنة الله على الظالمين. تعليق آخر من أبو علي أيضا يقول: أبو علي أحسنت وأبدعت حكومة البصرة. يقول: أحسنت وأبدعت بالنسبة لصاحب المقطع. يقول: حكومة البصرة عبارة عن مقاولات وشركات، ولو شركة النرجس تنشئ منتزهات كان العيداني حال مشروع الجزيرة لها. تعليق من أحمد يقول: محافظ البصرة أسعد العيداني دمرها للبصرة. هكذا يقول أحمد. وكرار يقول: حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. هذه أيضا جزء من التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع. طالب أهالي قضاء المشخاب في محافظة النجف بالتدخل الفوري لإزالة زهرة النيل من شط المشخاب، لأن مسؤولية المدينة تقع على من يمثلها في البرلمان في كل شاردة وواردة، والقائمين عليها لكون ما تسببه من ضرر وتأثيرها على مناسيب المياه والزراعة. دعونا نتابع. فلنتابع التعليقات التي وردت حول هذا المقطع والموضوع. مشاهدينا الكرام، حمزة النجفي يقول: هاي مسؤولية الري، واجبهم هذا، بدل ما كل يوم يجون على المحلات يهددوهم بالتفليش لحجة التجاوز وهم على مود كم فلس هم والبلدية. في تعليق من منعم يقول: صار لي 6 أشهر ناشر وقلنا لهم يابا إذا ما تعالجوا ترى تنتشر وغلسوا، مع العلم الموارد المائية كل يومية يعبرون على هذا الجسر، ما أدري خلوه ما شالوه على مود يسوون بي دعاية انتخابية بعد، ما ندري. في تعليق من حميد يقول: كارثة تضاف إلى مجموعة الكوارث في المشخاب. وفي آخر التعليقات لدينا من صمد يقول:
كارثة فعلا. وين الري؟ حفارات برمائية ترفعه. حلول بسيطة وبتكاليف قليلة، لكن لا حياة لمن تنادي. نراكم بعد قليل. وردنا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين للمشاهدين الكرام مناشدة من المواطن أبو حسين من أهالي محافظة بابل من سكان الحي العسكري. فقدت زوجته بتاريخ 29 من شهر نوفمبر 2020 في بغداد، وقدم أخبار لدى مركز الشرطة أو إخبار لدى مركز الشرطة في بغداد، لكن لم يحصل على أي نتيجة. طالب من وزارة الداخلية مساعدته والعثور على زوجته، علما أنه أب لأطفال اثنين وولد وبنت، ويعاني منذ فقدها إلى الآن. دعونا نتابع. فقدان زوجتي، لحد الآن أطفالي نفسيتهم تعبانة، وناشد الناس الخيرة والناس الطيبة أن يلتفتون إلي والأطفالي، والعدة معلومة يخابرني، وأخواتي هم يخابرني أي معلومة تفيدني، شخص يتصل بي. علمًا أنا رحت سويت أخبار مركز شرطة الجعافر، ولحد الآن أي خبر ماكو عن زوجتي، وضال أنا لحد الآن ماكو بكان أني ما دورت عليه، وأنا وحدي أروح وحدي وأجي وحدي، وناشد رئيس الوزراء، وناشد معالي وزير الداخلية، هدي التفت إلي والدولة أطفالي. والله بطل من الفرصة، والله هذا الشغل بدي أشتغل، أفكر ببارتي ليل ونهار. أمي إذا حد يعرف أمي وينها اللي يقول لي إنه أنا بطلت من المدرسة، كل بالشارع يعيروني يقولوا لي أمك مسروقة. صورة زوجتي دولة أطفال اثنينهم، أنا أتمنى من الإعلام ومن القنوات أن تنشر هذا المقطع مالتي وتوصل صوتي لخاطري ولخاطر أطفالي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام مع فقرة صندوق الوارد. وردتنا مناشدة عبر إحدى منصاتنا الإلكترونية، هذه الرسالة واردة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن طلاب الدراسة الخارجية من محافظة صلاح الدين، نطالب بفتح التسجيل للامتحان الخارجي في المحافظة أسوة ببقية المحافظات، نرجو إيصال صوتنا من خلال قناتكم الكريمة. دائما ما تريدنا مناشدات ورسائل عبر منصاتنا الإعلامية الإلكترونية المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، بإمكان حضراتكم أيضا أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة الهاشتاج. أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسما بعنوان أوقفوا سرقة أرض الموصل، وذلك رفضا لعملية التغيير الديموغرافي من قبل الميليشيات في المدينة. وأكد ناشطون في تغريداتهم أن إطلاق الوقف الشيعي وميليشيا الحشد طريق السبايا هي محاولة جديدة للتغيير الديموغرافي في البلاد، تنفيذا لمخطط إيراني للاستيلاء على أراضي العراقيين. وأشار الناشطون إلى أن الموصل تتعرض لأقوى هجمة في ظل تواطؤ الحكومة ومجلس المحافظة، وتتحملان مسؤولية إيقاف التجاوزات وسرقة أراضي المواطنين من قبل الميليشيات الموالية لإيران. دعونا نتابع جزءا من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم في تويتر. زينب تقول: أوقفوا سرقة أرض الموصل وفلوس الموصل وعقارات الموصل وروح الموصل المدينة القديمة.
عبد الله يقول: مدينة الموصل من بعد التحرير أكو عدة عمليات تغيير ديموغرافي ممنهج واستيلاء الوقف الشيعي والحشد والعصائب على أراضي تابعة للوقف السني، أكبر دليل وآخرها اللي هو طريق السبايا. نرجع ونقول المدينة استبدلت من احتلال داعش باحتلال الحشد والعصائب وبقية الميليشيات. تغريدة من المواطن علي يقول: بعد أن هدمت الموصل فوق رؤوس أهلها بفعل العمليات العسكرية، الآن يحاولون وبكل وقاحة شراء بيوتهم ويصنعون تغييرا ديموغرافيا فيها. آخر التغريدات لدينا من عفراء يقول أو تقول: أوقفوا سرقة أرض الموصل، محاولة لسرقة أرض الموصل بذريعة الخرافة والتكهن من قبل العتبة والحشد الموجود في تلك الأراضي بمباركة الوقف الشيعي. كان هذا ما لدينا مشاهدينا الكرام بفقرة هاشتاج، نراكم بعد قليل. الآن مع القصص المنوعة. جندي صهيوني قام بإطلاق النار على شاب فلسطيني من المسافة صفر، وقام بإصابته بشلل رباعي وذلك لرفضه مصادرة مولد كهربائي. دعونا نتعرف على القصة. في خبر آخر، هناك مبادرة قام بها شباب عراقيون لتدفئة المحتاجين، حملت عنوان أو شعار: خذها إذا كنت تشعر بالبرد. دعونا نتعرف على تفاصيلها. الفكرة الأساسية لهذه المبادرة أنه إحنا نخلي الملابس الشتوية بالأعمدة والأشجار حتى أن الناس تستفيد من عندها. فجت هذه الفكرة حتى ننمي روح المبادرة للناس ومساعدة الآخرين، وبنفس الوقت إحنا نفيد الناس، العمال المارة، الأشخاص اللي موجودين بالشارع. يعني أكثر من 90-80% من الأعمال اللي جاي نسويها جاي تكون تبرعات، يعني بالأخص من خلال مبادرة الدفء جاي تكون تبرعات من الناس، هم يتبرعون من خلال ملابسهم الخاصة أو يشترون فد شيء معين في سبيل أنه يشاركون به في هذه المبادرة. هاي مبادرة حلوة، ما عندنا جاي تعينون. هسه مثلا احنا نبيع بنزين، ما عندنا نشتري، يعني جاي بعود باللنقات باربعة وخمسة ما عندنا نشتريها، فهاي نلقاها ناخذها تستلم البرد. في خبر آخر، فصل جديد من التاريخ يبدأ بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي بعد اتفاق البريكزيت، دعونا نتابع. Thank you.
Ça fait trois ans qu'on attend le Brexit. Ça fait trois ans que nous ne savons pas comment cela va se passer. Ça fait trois ans qu'on imagine tous les scénarios. Ça fait trois ans qu'on se prépare. Ça fait trois ans qu'on réfléchit à ce qu'on doit dépenser, et comment, etc. Même encore il y a trois semaines, quinze jours, nous ne savions pas encore ce qui allait se passer. في آخر الأخبار لدينا لهذا اليوم، أراد صنع قارب لأجل الترفيه لكنه في النهاية بنى جزيرة تطفو فوق البلاستيك. دعونا نتعرف إلى قصة رجل الأعمال الفرنسي الذي قام بصنع هذه الجزيرة فنتابع. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.